بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بون السلام عليكم خالتي سوبي الدين وضاد. اليوم رأيت فقرة نساء المنزل بحوايج هكذا تحتاجهم المرأة في الدار وجبناها منكم وعافيها بربي إن شاء الله. عندنا الصنيب وهذا تاع الطوب فيه يطرع 5000 أخاوتي سوما خيالية والكمية راهي شوية برك باش ما تجيوش من بعد تقولوا لي فوالا رانا العام لحقناش. هذا أخاوتي راه ما عنديش منه بزاف كاينة واحد 300 قرعة والله برك أنا حاطينه ب 5000. جبنا لكم الفور الألمنيوم هذا تاع الفور تاع وهران فيه متر سينفو هاو أخاوتي بالغشيم راهم يبيعوا فيه 30000 منه ومن احنا رانا حاطينه ب 20000. هذي نعمل بون هذي البالة هذي تاع الفابرو هذي هذي كاليتي ما شاء الله ها رانا حاطينها ب 10000. جبنا لكم الراكلات هذي الصغيرة وعندنا الكبيرة تاعها ب 15000 وهذي الصغيرة دوكا على بالكم راه جاي فصل الشتاء وهذيك تضبا في الطوموبيلات ومنها تتهنى من هذيك. وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جبنا لكم هذه راما هذه الترا زيب الساشي تاع الدجاج اللي تتحلو تسكر فيها 20 ساشي انا حاطينها ب 20000 راهم يبيعوا فيها ب 30000. جبنا لكم هذه الشيتا هذه تاع القش 10000. بون هذا العبس هذا واش هو هذا خاوتي تلصقوه في لي فام هذا لي فام تلصقوه في الدوش والله في المراح والله هذا اللي يحكم الباليات لي مونش يحكم ثلاث لي مونش تما باش تجي الحاله بروبر وباهيه ولا هذا الانسان اللي يحبوا تنظام ويحبوا انا حاطينه ثاني ب 20000. وهذه بالا هي بالشيتا تاعها ثاني كاليتي ما شاء الله تاع الفابرو هذو اخاوتي تما بروموسيون في الحاجه الليكس رانا حاطينها 20000. وهذه جزائري نقول عندنا هذا المشكل في الدار واليوم سوبر الدين ودادو راهي خامت فيكم. جزائري نقول عندنا المشكل تاع الصابونه في الدار ورا ها هذه لك الصابونه هذه كاليتي ما شاء الله ها ثاني 10000. وجبنا لكم الباليه هذه هاي الحرشه والرطبه هذه تاع الفابرو كاليتي ربي يبارك راهم يبيعوا فيها ب 25000 جبنا لكم ب 20000. وبون خاوتي ثاني فوالا عندنا حوايج سما كيما نقولوا اللي موالفين ان هادو كاميرا دي بروموسيون خالتي مرحبا بكم رانا في ولايه برج بوعراريج هذه طلعه تاع ابازار ابو اسحاق رانا نجيبكم على اليمنى مرحبا بكم.